سامي البيروتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وحبايبنا في كل مكان، مستمعين ألف ألف أف أم الموجة السعودية. حلقة جديدة من برنامجكم الاجتماعي برنامج مفاتيح اللي يجيكم كل يوم اثنين في تمام الساعة الثانية ظهرا. تقدروا تسمعونا عن طريق الراديو أو مباشرة عبر التطبيق اللي تحملوه من الأب ستور والبلاي ستور، أو ادخلوا على الموقع الرئيسي على www.alfalfm.com. تقدروا تشاركونا في موضوع اليوم في مفاتيح عبر الهاتف على 012-61-61-100 012-12-17-85-85. كمان تقدروا تراسلونا عبر الاسمس على STC-85-0040 موبايلي 66-3-1 وزين 70-13-13. موضوعنا اليوم في مفاتيح رح يكون عن مرض الاكتئاب وأنواعه والطرق علاجه، هل في أنواع مختلفة منه وإيش هي أهم أعراضه وطرق علاجه. مريض الاكتئاب مو بس يعاني من المرض أحياناً، بل من المفاهيم الخاطئة أيضاً حول هذا المرض. رح يحدثنا أكثر عن هذا الموضوع دكتور شريف سعد، استشاري الأمراض النفسية. مساء الخير دكتور. مساء النور، أهلاً أهلاً، يا هلا وسهلا فيك، كيف الحال؟ نحمد الله الحمد لله الحمد لله. طبعا في البداية أنا قلت مفاهيم خاطئة، لأنه كثير مننا فعلا ما يعرف إيش هو مرض الاكتئاب. تمام، بداية أباك بشكل عام تعرف لي مرض الاكتئاب بالضبط إيش هو. والله وأنا سعيد باهتمام محطتكم بالموضوع ده، وخصوصا أن منظمة الصحة العالمية أساسا مهتمة بالموضوع ده تماما في العشر سنوات الأخيرة. ويكفي ان احنا نقول ان في 2016 كان الكامبين الرئيسي او الحملة الرئيسية لمنظمة الصحة العالمية كانت على الاكتئاب، وكانت تحت عنوان ليت أس توك، دعونا نتحدث عن الاكتئاب. ليه؟ لان الاكتئاب اصبح مشكلة عالمية بتغط تقلق كل المجتمع بكل طبقاته. ليه؟ لان الاكتئاب ليس مجرد مشاعر بسيطة للحزن او الضيق او الاحساس بالكسل او عدم الاهتمام. الاكتئاب ظاهرة مرضية معطلة جدا، تتسبب في حالة من العجز الشديد جدا 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 للأفراد، وبالتالي بتأثر على أسرهم ومجتمعهم. وهناك تداخل كتير في الأعراض المصاحبة المرض الاكتئاب، وأحيانا بيصعب تشخيصها عند كثير من زملائنا الأطباء. يعني احنا من أهم ما بيهمنا احنا كأطباء نفسيين التثقيف الطبي سواء للمرضى وأسرهم، وكذلك زملائنا الغير متخصصين في الطب النفسي. كثير من مرضانا ما بيروحوش لأطباء نفسيين، قمة الهرم بس هم اللي بيوصلونا، لا يتعدى 5% من المرضى الاكتئاب هم اللي بيوصلونا، لكن الأغلبية بيروحوا لأطباء غير متخصصين في الطب النفسي. طب دكتور نقدر نقول انه عفوا المقاطعه بس نقدر نقول انه احنا ما عندنا ثقافه فعلا انه الشخص يروح لو كان عنده بيعاني من نوع مثلا حاس نفسه عنده اكتئاب او حاس نفسه في عنده مشكله نفسيه، ما عندنا ثقافه انه او جرأة انه يروح للدكتور النفسي الى حد كبير، وان كان دوا تغير كثيرا في السنوات الاخيره. يعني اولا ارتفاع مستوى الوعي والتعليم ساهم كثير جدا في فهم الناس لما يحدث حولهم. العالم الإلكتروني والميديا اللي احنا موجودين فيها دلوقتي خلت فيه كثير من الناس يدخل يبحث عن صفحات الانترنت عما يعاني وبيقرأ عنه وبيسمع عنه، وكمان بيبقى عارف أساليب العلاج يمكن قبل ما بيوصل لنا العيادة. يعني بيبقى عنده خلفية، أنا جاي أنا عندي كذا، بنراجع معاه بعد كده ونشوف مدى دقة هذا الكلام وما شابه، لكن كثير من الناس أصبح عندها درجة من الوعي. ولكن نتيجة وجود بعض المفاهيم يعني نقدر نقول عليها خاطئة في ثقافتنا، أن المكتئب ناقم، المكتئب غير راضي، الاكتئاب ضعف في الإيمان، الاكتئاب ضعف في الشخصية، فبتخلي كثير من الناس يتردد كثيرا في طلب المساعدة، أو لو طلبها ما بيطلبهاش من المتخصص، بيحاول يتحاشى المتخصص خوفا مما يسمى الاستجما او ما يسمى وصمة انه اصبح مريض نفسي. وان كنا بنقول يعني منظمة الصحة العالمية في 2010 طلعت ستيتمنت اولى بتقول نو هيلث وذاوت مينتال هيلث، لا صحة وذاوت صحة نفسية او صحة عقلية،
وجم في 2011 ابتدوا يزودوا التركيز على مشكلة الاكتئاب وقد ايه هي منتشرة في العالم في كل مستوياته الغنية والفقيرة وعلى كل المراحل العمرية. في 2012 زودوا الالارم اكتر والتنبيه اكتر وطلعوا ستيتمنت قالوا ديبريشن او الاكتئاب اذا جلوبال كرايسيس، ازمة عالمية او كارثة عالمية. 2016 عملوا كامبين بتاعهم دعونا نتحدث عن الاكتئاب مع كل المجتمعات، نتحدث في المدارس، في اماكن العمل، في بيوت العبادة، في النوادي الرياضية، على محطات الإذاعة. الاهتمام ده يقول لنا قد ايه هذه المشكلة اصبحت تؤرق المسؤولين عن الصحة في العالم، وليه ليس لمجرد انها مرض صحي ولكنها مرض يتسبب في الإعاقة. يعني لنا نتخيل مثلا في بيتحسب درجة الإعاقة بمعدل اداء الفرد في الحياة ومدى إنتاجيته. فالاكتئاب مرض الاكتئاب هو مصنف في 2010 رقم 3 في مسببات الإعاقة. في 2020 متوقع يكون رقم 2. في 2030 هيكون رقم 1. ليه؟ لأنه بيأثر سلبا بشدة على الإنتاجية بتاعت الفرد وعلاقاته المجتمعية. فبالتالي أصبح الحديث عن الاكتئاب ليس فقط عن أعراض مرضية ولكن عن علاقات اجتماعية، عن أداء، عن مستوى دخول، عن تكلفة علاج، عن حياة أفراد. يعني لو نقول الاكتئاب من أكثر الأمراض المسببة في الانتحار، يعني إحنا تكلمنا مع بعض دلوقتي من دقيقة أو دقيقتين، تخيلي حضرتك في كل 40 ثانية في حالة انتحار في العالم، كل 40 ثانية معدل مليون شخص ينتحر سنويا، معظمهم من مرضى الاكتئاب إذا لم يتم علاجه بشكل جيد. وبالتالي أصبح الاهتمام بالاكتئاب كمرض، كمرض وليس كمجرد مشاعر من الضيق او الزهق او الحزن اللحظي او الحزن الذي يمكن التعايش معه. هو ده الاكتئاب. الاكتئاب مرض شديد معطل قد يوجب حياة الاشخاص. طب هل في انواع مختلفة من الاكتئاب؟ طبعا هو الاكتئاب، يعني خليني في الاول نعرفه من ناحية اعراضه عشان الناس تبقى عارفة احنا بنتكلم عليه مش على كلمة، يعني من هو المكتئب. الاكتئاب هي ظاهرة مرضية لابد ان يتوفر فيها عدة اعراض او شروط. أولها انخفاض مستوى المزاج أو الحزن الزائد عن الحد أو أحياناً الغير موجود له سبب، والمدة دي لازم لا تقل عن أسبوعين ثم تزيد. ولابد أن يكون معها مع هذا الإحساس امبيرمنت أو خلل أو ضعف في الإنتاجية، ضعف في العلاقات العامة، ضعف في التواصل المجتمعي مع الآخرين. يعني لازم يعمل امبيرمنت أو درجة من درجات العجز في علاقات الإنسان أو انخفاض في مستوى أدائه. مصحوبة بإيه؟ فقدان الاهتمام بالأشياء التي كان بيهتم بيها، ما بيتبسطش بالحاجات اللي كان بيتبسط فيها في الأول، معها بعض الأعراض الجسمانية زي الإحساس بالخمول، الكسل، وإن كان ممكن يجي معها ارتباك أو نشاط زائد أو حركة زائدة. أحيانا بيبقى معها اضطراب في النوم وصعوبة في الدخول في النوم، فقدان شهية، وبالتالي لو زاد الأمر ممكن يبقى معها نقصان في وزن. والأهم أن لما بتبتدي تزيد الأعراض بيبتدي تبقى مصحوبة بأعراض تأنيب الضمير أو إحساس بالذنب المرضي. أن الإنسان بيلوم نفسه أكثر مما يجب على أشياء قد يكون هو متسبب فيها أو غير متسبب. ولو زاد هذا الإحساس يبتدي يتمنى الموت ثم يسعى إلى الموت عن طريق محاولات الانتحار أحيانا بتنجح للأسف. هذا بالنسبة لي أهم أعراض الاكتئاب. أعراض الاكتئاب الاكتئاب ممكن يكون الأعراض الاكتئابية دي موجودة في أمراض محددة تحت اضطرابات المزاجية اللي من أهم، يعني بنصنفها لها تصنيفات كثيرة لكن من أهمها ما يسمى مرض الاكتئاب الشديد أو الاكتئاب الحاد اللي بتتواجد فيه الأعراض اللي احنا قلنا عليها دي وبتبقى موجودة لفترة لا تقل عن أسبوعين وبتتزايد الشدة بتاعتها ولها صفة التكرارية. يعني ممكن المكتئب مش مرة واحدة في حياته يجيله نوبة اكتئابية، ممكن تجيله كل سنة كل سنتين كل عدة سنوات. يعني الاكتئاب في صفة التكرارية وبتتراوح الشدة بتاعته من بسيط إلى متوسط إلى شديد. أحيانا بعض النوبات الاكتئابية مع أعراض جسمانية بالغة، مع ضعف في التركيز، مع أعراض قلق، وده مرض الاكتئاب الشديد. لكن في بعض الحالات الأخرى بيبقى فيها أعراض اكتئابية زي مثلا ما يسمى اضطرابات التكيف مع تغيرات الحياة أو الادجستمنت ديسوردر، وإن الإنسان ممكن يكون تعرض لبعض المتغيرات التي لا تمثل خطورة زي تغيير محل العمل، الزواج، الانفصال، الانتقال من دولة إلى أخرى، دخل التجنيد، تغير معين يعني في حياته، تغير معين في حياته الاجتماعية قد لا يستطيع التكيف معه أو التأقلم معه.
ممتاز. بعض الناس ممكن تجيلهم أعراض قلق وبعض الناس تجيلهم أعراض اكتئابية وهذه الأعراض الاكتئابية بتبقى شديدة وقد تعطلهم بشدة في حياتهم. برضو من أهم الأشياء ويمكن إحنا نتحدث إلى نصف المجتمع الجميل الإناث لهم طبيعة خاصة أن عندهم أنواع من الاكتئاب خاصة بهم هم زي اكتئاب ما بعد الولادة وده من الحقيقة من الأنواع الاكتئابية التي يجب أن احنا نهتم بها جدا وأدعو زمايلنا بتوع النساء وبتوع الأطفال اللي هم بيشوفوا الأمهات بعد الولادة وهم بيتابعوا أطفالهم أن يبقى عندهم درجة من الوعي اكتشاف الأعراض بتاعة الاكتئاب ما بعد الولادة. هو ممكن في أبسط حالاته يكون انخفاض مزاج بسيط يحدث لمعظم النساء. اكتئاب ما بعد الولادة ممكن يأتي تقريبا لنص الستات اللي بيولدوا 50% من الستات وخصوصا بعد الولادة الأولى. معظم السيدات بيجي لهم ما يسمى البلوز أو عطر مزاج بسيط جدا بعد الولادة حالة وزن بسيطة تتراوح من ساعات ليومين ثلاثة وتزول. لكن أحيانا تستمر هذا الحزن وأحيانا يبتدي متأخر شوية بعد أسبوعين أو أكثر من الولادة ويبتدي الأم عندها مشاعر سلبية جدا تجاه طفلها خايفة تشيله مش عايزة ترضعه مش عايزة تقرب منه مش عايزة تغير له الحفاضة بتاعته حاسة برهبة أحيانا بتبقى مصحوبة بتوتر بقلق وهذه الأعراض لابد لها من علاج وأحيانا الاكتئاب ما بعد الولادة يزيد في شدته ويبقى معها أعراض زهنية زي الهياج أو الهلاوس أو ممتاز الطفل. رح نكمل أكيد دكتور لكن مضطرين نطلع فقط الآن فاصل بسيط وراجعين. مفاتيح مع سامي البيروتي ومكملين مستمعين موضوعنا في برنامج مفاتيح لليوم وهو الاكتئاب أنواعه وطرق علاجه. قبل الفاصل كان بيكلمنا الدكتور شريف سعاد وبيقول لنا تحديدا بعض أنواع الاكتئاب منها الاكتئاب الشديد واضطراب أيضا التكيف مع المزاج المكتئب والاكتئاب ما بعد الولادة. تحديدا دكتور كنت تتكلم على نقطة اكتئاب ما بعد الولادة اللي بيصيب طبعا في كثير أيضا أنواع بتصيب النساء تحديدا. وطبعا زي ما احنا قلنا ده يمكن يهمنا لأن زي ما قلنا حضرتك الأول إن احنا بيهمنا التثقيف النفسي ليس فقط للمرضى ولكن حتى للزملاء اللي بيتعاملوا مع بعض الناس اللي عندهم مشاكل اكتئابية وغير مشخصة. فطبعا طبيب النساء والولادة إذا كان بيتابع السيدة بتاعته قبل الولادة بيشوف تغيرات فيها هل في تغيرات مزاجية عندها قبل الولادة بعد الولادة زميل طبيب الأطفال اللي بيشوف الأم اللي يمكن قابلها في المستشفى في أول أسبوع بعد الوضع لما يشوفها مرة تانية وهي في المتابعة مع الطفل هل في تغيرات فيها هل في عندها مشاكل في رعاية طفلها لأن دي قد تكون أعراض اكتئابية. برضو من ضمن الأنواع الشهيرة في الاكتئاب وإن كان بالدمكة العلاج بيختلف عن العلاج العادي هو عندنا مرض بيسموه اضطراب المزاج ثنائي القطب. ثنائي القطب بمعنى أن ممكن يبقى فيه نوبات من انخفاض المزاج اللي احنا بنسميها الاكتئاب أو ارتفاع المزاج الزائد عن الحد الغير مبرر اللي احنا بنسميه الهوس. وده مرض له صفات خاصة مختلف شوية عن الاكتئاب وعلاجات نوبة الاكتئابية فيه ليست بنفس الآلية بتاعت نوبات الاكتئاب العادية وأحيانا بيزيد ويبقى معاه دفاعية تهور حياج الاتيان بأفعال غير معتادة في النوبة الهوس وأحيانا بيبقى معها بعض الأعراض الزهنية زي الهلاوس أو الضلالات. ففي أشكال عديدة من مرض الاكتئاب احنا اللي يهمنا التركيز على أعراضه ومن ثم مجرد ما أنا ألاقي هذه الأعراض دي موجودة لابد أن أنا أطلب المساعدة أسأل أستفسر إيه اللي عندي دواء وإزاي أساعد نفسي أو إزاي اللي حولي يساعدوني. طيب دكتور هل في سن معين يكثر فيه الإصابة بالاكتئاب؟ والله وشوفي فعليا كل الأعمار في احتمالية أنها تصاب بالاكتئاب وطبعا يعني خلينا نذكر أن الاكتئاب منتشر بنسبة تتراوح من 15-25% عند النساء ومن 5-15% عند الذكور المتوسط من 7-15% في العالم. كل المراحل العمرية ممكن تحدث لها ولكن الجولدن ايج أو المرحلة الذهبية في عمر البشر اللي هي من 19-20-25 هي دي أكتر فترة من الممكن أن يصاب فيها الناس بالاكتئاب وللأسف هذه الفترة هي أكتر فترة للإنتاجية للأشخاص. وبالتالي عندما يصاب الشخص بالاكتئاب في هذه الفترة نتوقع قد ايه التأثير السلبي اللي على حياته وعلى حياة أسرته وعلى حياة المجتمع. لكن من الممكن ان احنا نلاقي بعض الأعراض الاكتئابية او اضطرابات الاكتئاب في الأطفال في المسنين
حتى في الرضع احيانا، وده بيبقى سبب في عندهم يبقى عندهم مشاكل في الرضاعه وقبول الثدي وما شابه. طب كثير من الاشخاص بيختلط عليهم احيانا موضوع مثلا حاله الاكتئاب نفسها او حاله الحزن، ما يعرف هو حزين او مكتئب، ايش الفرق بينهم؟ هو شوفي كلنا نحزن ومن لا يحزن لا يفرح اكيد، لكن الفرق ما بينهم قد ايه هذا الشعور اثر عليا سلبا. انا ممكن احزن لوفاه صديق او لمشهد شفته او لموقف تألمت له ففكرت بشكل ايجابي كيف اخفف عن نفسي او عن من حولي، كيف اغير هذا الواقع السلبي الى واقع ايجابي، او كيفيه التعلم من هذا الواقع السلبي. ده نوع من انواع التفكير الايجابي. لكن مريض الاكتئاب اولا هو قد يحزن دون سبب، وبالتالي الاكتئاب ليس دائما مرتبطا بالفقير او الغني او الصحيح او المريض، يعني ممكن كل الفئات يجي لها اكتئاب. لكن الاهم ان هذه المشاعر الاكتئابيه دائما مصحوبه انا اسف الترجمه الامبيرمنت او العجز الخلل الوظيفي في كل مناحي حياته الاجتماعيه المهنيه، القدره على الترفيه، القدره على التواصل مع الناس. وخلينا يعني نوضح حاجه بسيطه جدا، اي انسان مننا هو عباره عن تفكيره او الحاله المزاجيه العقليه بتاعته عباره عن ثلاث اشياء: تفكير، مشاعر، سلوك. المشاعر بتاعتنا هي استجابة لأفكارنا، وسلوكنا هو استجابة لأفكارنا. فمرض الاكتئاب هو استجابة لفكرة سلبية موجودة في العقل. عندما أواجه موقف كيف أتفاعل معه؟ الشخص الحزين، الحزن العادي، الحزن الصحي، الحزن النبيل، هو بيفكر بشكل إيجابي، هو حزن فيه تعاطف وفيه اهتمام وفيه رغبة في مساعدة النفس أو الآخر. مريض الاكتئاب لا يستطيع أن يفعل هذا، بالعكس هو في مثل هذه المواقف يصاب بضعف أكثر، بوهن أكتر، بانسحابية أكتر، بنظرة سوداوية للأمور أكتر، وبالتالي الحلول اللي هتبقى عنده بتبقى سلبية أكتر، تصل إلى درجة اختيارات قد تصل إلى انتحار. طب بالنسبة للأسباب دكتور، هل في أسباب معينة أو في الغالب في عوامل تكون مترابطة تترافق مع مرض الاكتئاب؟ هو مرض الاكتئاب مالتي تيولوجيكال، يعني في عدة عوامل متداخلة فيه، ما فيش سبب واحد مباشر صريح للاكتئاب، هي بتتعدد العوامل. او لازم وجود ستريس او نوع من انواع الضغط، ولازم يكون في استعداد. فبالتالي الاستعداد هنا بنتحدث عن قد يكون الاستعداد الوراثي او نمط الشخصيه. الاستعداد الوراثي هنا هنتكلم عن الوراثه، الجينات، وجود تاريخ عائلي في العائله لمرض الاكتئاب او اضطراب المزاج ثنائي القطب او لبعض الاضطرابات النفسيه بيجعل بعض الاشخاص عندهم الاستعداد للمشاكل النفسيه وعلى راسها الاكتئاب. ومن ثم أنا ممكن أورث لأبنائي أو أحفادي الاستعداد للمرض. ثم تأتي مرحلة التعرض إلى الستريسز. الستريسز أو الضغوط دي قد يكون بعضها بيولوجيكال عضوية في سن صغير، زي أن الطفل يولد ويعاني بعض المشاكل الصحية في سن صغير، التعرض لبعض التوكسينز أو السموم في سن صغير بيخلي العقل بتاع هذا الطفل الصف الأمامي المسؤول عن التفكير في خلل، فبالتالي بيفكر بآلية سيئة، بيبتدي يكبر يفكر بطريقة سلبية، وبالتالي يبقى اختياراته سلبية، فمشاعره تمشي في اتجاه سلبي وسلوكه سلبي اللي احنا هنسميه مرض الاكتئاب فيما بعد. الفقد بكل أشكاله، فقد الحبيب، فقد الابن، فقد العمل، فقد الداعم، الفقد الصحي، ان الانسان يتعرض لمشكلة صحية بالغة تؤثر في حياته، التغيير الجوهري في الحياة، كل دي عوامل اجتماعية قد تؤدي إلى زيادة حدوث أو ظهور أعراض الاكتئاب عند الشخص اللي لديه أعراض استعداد وراثي للاكتئاب. وبرضو خلينا نقول إن مثلا إحنا المنطقة الميديترينيان بتاعتنا أو محيط البحر المتوسط، وحاليا ابتدى يدخل معاها الخليج، معدلات الاكتئاب فيها في آخر 5 سنوات 10 سنوات في تزايد، نتيجة الأزمات اللي بتمر بها المنطقة، نتيجة الحروب، نتيجة التهجير، نتيجة الأزمات الاقتصادية، كل دواء أصبح بيزود ظهور معدلات الاكتئاب. بعض الأنماط الشخصية، أكثر عرضة للاكتئاب من غيرهم. الناس اللي هم أكثر حساسية، مرهق الحس بشكل مبالغ فيه الذي لا يحتمل أي تجريح أو ضغط عليه، عرضة للاكتئاب أكثر من غيره. الأشخاص الاعتماديين اللي دايما يتعود بيعتمد على حد منذ الصغر، منذ نعومة أظافره، لما يكبر لو اتسحب منه الداعم أو الصديق أو الشخص القريب منه قد يصاب بالاكتئاب. الأشخاص اللي احنا بنقول عليهم يميلوا للمثالية أو اللي هم
عايزين كل حاجة تمشي بالقلم والمسطرة كل بدقة. شيء دقيق فبيصعب الحياة على نفسه على اللي حواليه صحيح. وللأسف بيجد الحياة لا تسير على هواه فبيكون رد فعله غالبا اكتئابي ومصحوب بأعراض من القلق والغضب. جميل. طب بالنسبة لتشخيص مرض الاكتئاب كيف يتم تشخيص هذا المرض؟ هل في فحص معين من قبل الطبيب بعد مثلا الأعراض تكون لها فترة من الوقت على هذا الأساس يتم التشخيص؟ هو طبعا في الأول آخر لابد نحن نتحدث عن مرض طبي وليس مجرد ظاهرة اجتماعية صحيح. المرض الطبي لأن لديه أسباب عضوية وأسباب نفسية وخلينا يعني أحب أنوه أن في مثلث مشهور داخل أي إنسان فينا هو رابط ما بين العقل والتفكير وما بين الجهاز المناعي وما بين الهرمونات جهاز الهرمونات اللي موجود عندنا. الثلاث محاور دول اللي هو رؤوس المثلث أي خلل في أي واحد فيهم بيؤدي إلى خلل في الطرفين التانيين. يعني إذا كان عندي أي علة نفسية عقلية هتأثر لي في المناعة وتأثر لي في الغدد أجهزة الغدد الصماء أو الهرمونات. إذا كان عندي مرض في المناعة هيأثر لي في الاثنين التانيين. إذا كان عندي مرض في الغدد هيأثر لي في المزاج وهيأثر لي في المناعة. فبالتالي أي طبيب مننا رقم واحد بيشوف الأعراض الكلينيكية اللي جاي بها المريض هل هي فعلا أعراض مطابقة لأعراض مرض الاكتئاب ولا لا اللي احنا ذكرناها وهل هي موجودة لها أكثر من أسبوعين ومستمرة مع المريض ولا لا وهل في تاريخ مرضي سابق لوجود نوبات اكتئابية ولا لا عشان نبتدي نقول أن هذا الشخص لديه مرض الاكتئاب وأعراض الاكتئاب وفي نفس الوقت لابد من فحص المريض بشكل عضوي لاستبعاد الأمراض العضوية زي كل أمراض الهرمونات بكل أشكالها الغدة الدرقية ارتفاع الكورتيزون أمراض اللي احنا نتكلم عليها المرتبطة بالستات أو النساء زي اضطرابات ما قبل الدورة الشهرية أو النفاس كل ده له علاقة باضطراب الهرمونات سن انقطاع الدم له علاقة بالهرمونات بعض اضطرابات المناعة زي الروماتويد والدقيقة الحمراء وما شابهه كل الأمراض دي قد يكون تزامن معها كمان يظهر من معها أعراض اكتئابية بعض الأدوية اللي ممكن بنستخدمها في الحياة اليومية زي الكورتيزون قد يسبب اكتئاب بعض المضادات الحيوية الرائج جدا استخدامها ممكن يكون من أعراضها الجانبية الاكتئاب فعلى الطبيب نفسي رقم واحد أنه يستبعد هذه الدوافع أو الأسباب لأن جزء كبير هنا من علاج الاكتئاب علاج السبب لو كان في سبب عضوي بعد كده هنستقر على التشخيص النفسي طبقا للأعراض اللي احنا تكلمنا عليها هناك طبعا في اختبارات نفسية بتتم بتقيم الأعراض الاكتئابية وشدة الأعراض الاكتئابية وده بيبقى مفيد لنا لمتابعة المريض هل مدى تحسن هذه الأعراض في الجلسة مع متابعة العلاجية ممتاز رح نطلع فاصل الآن مستمعينا وراجعين خليكم على السماء تفضل مفاتيح مع سامي البيروتي مكملين مستمعينا موضوعنا في مفاتيح في هذا الجزء من الحلقة تقدروا تتصلوا علينا وتتواصلوا معنا وتسألوا أيضا أي سؤال على 012-61-61-100 011-2-17-85-85 أو تراسلونا على الاسمس على STC-85-10-40 موبايلي 66-3-1 وزين 70-13-13 قبل الفاصل لدكتور وضحت لنا الأعراض والأسباب باقينا العلاج لكن في استفسار على الاسم اس يقول هل الملل والحياة الروتينية تؤدي للاكتئاب؟ هي هنا في حد ذاتها لا تؤدي المرض الاكتئاب لكنها تقلل القدرة على الاستمتاع بالحياة يعني أنا دائما بألخص مرض الاكتئاب في جملة بسيطة هي عدم القدرة على الاستمتاع بالحياة الحياة الروتينية هي قد تكون حياة منظمة جدا ومرضية لكثير من الناس لكن لبعض الناس هو يرى أنها ليست حياة إبداعية في بعض الناس بيحب التغيير في حياته صحيح فإما الدور اللي بيقوم في حياته هو دور متكرر هو غير متوائم معه لأنه لا يتوافق مع قدراته أو لأنه مش حابب الهدف منه أنا ممكن بعمل نفس الشيء كل يوم بس أنا حابب الهدف فبالتالي أنا طول الوقت أنا بحقق الهدف بتاعي وفي نفس الوقت لابد من وجود تغيير في الحياة يعني تغيير إذا كان أنا الأسبوع بشتغل 5 أيام أو 6 أيام عندي يوم ويك إند يوم أجازة ده ليه موجود؟ علشان أغير نمط حياتي اللي أنا بعمله على مدار الأسبوع بشتغل 8 ساعات متواصلة فيهم نص ساعة بريك علشان أغير اللي أنا بعمله في الفترة اللي قبلها واللي بعدها بشتغل 11 شهر في السنة باخد شهر بريك لازم أفصل لكن تكرارية نفس الأفعال طول الوقت حتى الممتعة يعني اللي قاعد
طول الوقت قدام التلفزيون أو على الإنترنت بعد شوية هيوصل في الملل. صحيح. فهي تغيير الأدوار، إذا تعددت الأدوار في الحياة بالتالي هيبقى فيه نوع فيها أهداف وفي نجاحات، وهو ده أهم علاج للملل. طبعا الملل شيء قاتل، خاطر للقدرات. ليه؟ لأن بعد شوية الواحد بيفكر بشكل واحد وبيستقبل بطريقة واحدة، فمش هيطلع شيء جديد من حياته، هيحس أن حياته دون هدف. ممتاز. مرة ثانية أذكركم مستمعينا بأرقام التواصل على 012-61-61-100 011-217-85-85. دكتور، بالنسبة للعلاج، هل غير يعني إحنا بنعرف أكيد أنه في حبوب وأدوية ولا خيره، بالنسبة للعلاج النفسي بداية خلينا نركز عليه. أي العلاج النفسي أهم، أو هل في أنواع معينة من العلاجات النفسية؟ طبعا في أنواع كثيرة حياة للعلاج النفسي، يمكن من أشهرها في الفترة الأخيرة ما يسمى العلاج المعرفي السلوكي، عن طريق تعديل الأفكار. زي ما احنا قلنا أن الاكتئاب هو استجابة لفكرة، يعني هو اسمه علاج معرفي سلوكي، لا يوجد فيه كلمة علاج شعوري، عشان يفهمنا أن مرض الاكتئاب هو مرض أوله في المعرفة، في طريقة التفكير، وبينعكس على السلوك، وما بينهما العطر العام اللي بيبقى الإنسان حطه هو الشعور، أو اللون العام بتاع الإنسان هو الشعور. فبالتالي فيه بعض نوع من انواع العلاجات المشهوره جدا والفعاله جدا المستخدمه الفتره الاخيره، اللي هو العلاج المعرفي السلوكي عن طريق تعديل الافعال الافكار وتعديل السلوك. هناك نوع مثلا الانتربيرسونال ثيرابي، او تعديل العلاقات المجتمعيه وتدعيم دور الدوائر المجتمعيه المخالطه للشخص، وازاي البحث عن دور في الحياه، لان وجود الدور في الحياه هو في حد ذاته علاجي، وفي نفس الوقت تقييم هذا الدور انه مواكب ليا، انا مش خايف من الدور بتاعي. كتير من الفتيات او السيدات بيصابوا بالاكتئاب بعد الولاده، مع انها كانت منتظره حدث ان يبقى عندها طفل. صحيح. لان علاقتها بفكره انها تبقى ام وهذا الدور اصبحت بالنسبه لها مرعبه، مع ان هذا الفعل تفعله الاناث منذ الخليقه الى يوم القيامه، ولكن هي عندها مشكله في هذا، في تقبل هذه العلاقه. فبالتالي هذا النوع من انواع العلاجات مفيد جدا. هناك بعض مثلا المدارس زي الدايناميك اللي بتبحث ما وراء الاعراض، لماذا حدث هذا الشعور، وده بيسعى الى تحليل نمط الشخصيه بتاعت الانسان منذ صغره لغايه ما وصل لمشكله انه اصبح يعاني، وايه الوسائل الدفاعيه بتاعته وكيفيه قدرته على التاقلم. فكل في وسائل عديده، والطبيب المعالج بيختار الوسيله الانسب للمكان وللشخص وامكانيات وظروف الشخص في اسلوب العلاج. ده طبعا لا يغني على الاطلاق عن العلاجات الدوائيه للاكتئاب، وهي في غايه الاهميه طبعا، وقد تكون العنصر حيوي طول الوقت. يعني احنا لو اتكلمنا عن الاكتئاب احنا قلنا اسبابه، قلنا في مراكز في المخ هي مسؤوله عنه، وده بيتم ترجمته عن طريق لغه المخ اللي ما يسمى النواقل العصبيه او النيورو ترانسميتر، اللي هي اشهرها ما يسمى السيروتونين، الدوبامين، النورفينفرين. ان نتيجه الستريس او الضغط النفسي اللي بيعيشه الانسان بيحصل خلل في هذه النواقل العصبيه في مستوياتها في المخ والتوازن ما بينها وبين بعض. فالعلاج الدوائي بيعمل ايه؟ بيعيد هذا التوازن الى مستواه الطبيعي، وبالتالي بيعمل لي انحصار للاعراض اللي موجوده، وده بالتزامن نشتغل بقى على تعديل الافكار وتعديل السلوك. جميل. وده اللي هيبقى في الحالة دي العلاج النفسي هنا مانع من تكرارية إن شاء الله نوبات الاكتئاب. ممتاز. عندنا اتصال من الأخ أبو عبد الله، نقول ألو مساء الخير. مساء النور. يا هلا، تفضل أخوي. ممكن أكلم الدكتور؟ أكيد، تفضل. طيب، أنا يا دكتور عندي مشكلة وأنا معلش الصوت انخفض شوية في النوم. عندك مشكلة في النوم؟ أيوه نعم، في النوم، يعني ممكن تقريبا في 24 ساعة ممكن ما نام إلا 6 ساعات، والست ساعات جدا متقطعة. تمام. ممكن هذه من ناحية النشاط، نشاط ما شاء الله تبارك الله كويس، الرياضة كويس، الأكل كويس، المشكلة الوحيدة هي النوم فقط لا غير. طيب، يعطيك العافية أخوي، شكرا لك، تفضل دكتور. ماشي، ألف سلام عليك. سلام الله. ساعات النوم من 6 ساعات إلى 8 ساعات يعتبر رقم جيد، هو يفضل أنهم يكونوا متواصلين ليلا، يفضل أنهم يكونوا متواصلين ليلا، لكن وجود 6 ساعات من النوم على مدار اليوم بيبقى كافي أن الجسم يشعر بالراحة نسبيا. ولكن من أهم أسباب أنه ممكن يبقى شخص عنده اضطراب في دائرة النوم بتاعته، ربما التأخر في ميعاد دخول النوم،
الأخذ وجبات متأخرة بالليل، التدخين، المنبهات أو القلق. القلق. وبالتالي يبقى احنا محتاجين نبحث هل هناك أعراض ليها علاقة بالتوتر. الأخ عبد الله بيتكلم إنه نشاطه كويس ويمارس رياضة وكده، لكن هل هناك في أعراض للقلق؟ القلق الترقبي، التحفز، الإحساس إنه دائما مشدود، إن في حاجة وراه عايز يخلصها، تفكيره دائم طول الوقت ما بيقدرش يريح شوية. فبالتالي بتيجي فترة الليل يبتدي يزيد القلق ليه؟ لأنه بيبتدي يراجع اليوم كله، يبتدي يراجع اليوم كله وبيقلق من اليوم القادم. فده أحيانا بيتسبب في اضطراب دائرة النوم. ممتاز. في استفسار ثاني يقول: توفى والدي، أمي وأبي الوالدين الله يرحمهم، وفي وقت وفاتهم لم أحزن كما يفترض، هل كتم الحزن عند المواقف السيئة ممكن يسبب اكتئاب بعد مرور عدد من السنوات؟ والله هو سبحانه وتعالى عندما بينزل الحدث الجلل بينزل معها الصبر والسلوان، وصعب ان احنا نفسر ما هو الصبر والسلوان، ليس لهم دلالات، ولكن قد نقدر نقول ان الانسان بيستخرج من مخزون خبراته ويقينه وعقيدته وثقافته ما يثبته في هذا الموقف عشان يتعايش معه. احيانا كبت المشاعر ليس جيد، ليس جيدة، ولكن آلية التفكير التعبير عن المشاعر يعني وده اللي بيفرق بين الرجال على النساء. النساء بطبعهم وجدانيين، فبيبقى في أبسط موقف بيعبروا عن مشاعرهم بأريحية أكتر، بسهولة أكتر، ولا يجدوا عيبا أو غضاضة بده. بالنسبة للذكور كتير من الرجالة بيشوف أن حتى البكاء أو الدموع قد تعبر عن حالة من الضعف لا يريد أن يعلنه أمام الآخرين، فبيكبت مشاعر كبت المشاعر لا يسبب الاكتئاب، لا يسبب الاكتئاب. طيب كيف ممكن هو يعبر عن مشاعره تحديدا؟ هذه المشاعر، هذه المشاعر الحزن الشديدة، كيف الكلام يعني بكلمة بسيطة جدا، الكلام، ان انا استطيع ان اتحدث، هناك من يحترم كلامي، من يقدر ضعفي، من يقدر شكوتي، من يقدر احساسي بقلة الحيلة في هذا الوقت واني محتاج لمساعدة. فبالتالي كل واحد فينا محتاج انه يجد مساحة، يطلع يفضفض فيها شوية، التعبير عن الاسترس الداخلي. التعبير عن المشاعر ليس عيبا ان العين تدمع، رسولنا عليه الصلاة والسلام انا دمعت في وفاة ابني، لكن كيف انسق او كيف انظم مشاعري؟ هل اسمح لها بالتمادي بدرجة الوهن الشديد والضعف، ولا نطاق التعبير عن المشاعر الداخلية؟ لكن هي زي ما بنقول من اهمها التواصل المجتمعي، ان انا يبقى عندي دائرة اجتماعية خاصة بي فيها درجة من الثقة، فيها درجة من الأريحية، أقدر أطلع مشاعري فيها بشكل جيد. ممتاز. طب هل في بعض الأدوات أو الخطوات اللي ممكن الشخص يتبعها يعني تكون إلى جانب العلاج تساعده في الخروج مثلا من هذه الحالة أو من هذا المرض؟ في آليات كتير، ويفضل أنها تكون جزء من حياتنا الروتينية وليس فقط علاجية للمواقف الخاصة، يفضل أنها تبقى جزء من روتين حياتنا اليومي، زي وجود اللي احنا كنا بنتكلم فيها لسه مع الأخ السابق، أن أنا يبقى عندي دائرة من الصداقات، العلاقات، أشخاص أهل الثقة وفي نفس الوقت أهل الخبرة، اللي أنا أقدر أتكلم معهم، أعبر معهم عن مشاعري، ما بقاش طول الوقت في قالب شمعي، مش قادر أكون على طبيعتي، مش قادر أطلع مشاعري. عشان كده حتى أبسطها دائرة العلاقات داخل البيت، إن الرجل يقدر يفضفض على عن مشاعره مع زوجته، أو الزوجة تفضفض مع جوزها. يعني ما دي دائرة اجتماعية مهمة جدا، إن الإنسان ما يتحفظش دائما في التعبير عن ألمه أو حزنه أو خوفه، لابد إن يكون ليه دائرة يقدر يتواصل معها. الناحية الثانية العلاقات الاجتماعية بقى، والمجموعات العمل، المجموعات الاجتماعية، المجموعات الخيرية، العمل الجماعي عموما، بيساعد في تقليل إحساس الضيق الداخلي أو الهم الداخلي، وبيلاقي فيه درجة من المشاركة. المشاركة دي إيجابية جدا جدا جدا، لأنها بترفع الحالة المعنوية، وبالتالي بترفع الهرمونات، بتتنظم المناعة، بتتنظم والحالة المزاجية بتتنظم. الرياضة من أهم الوسائل اللي بتتنظم المزاج، من أهم، وده بشكل بيولوجي بشكل عضوي، سواء لو الواحد جاب له عجلة طبية اللي هي بتستخدم داخل البيوت والصالات المغلقة، أو المشاركة في صالة أو ما شابهه. يعني لكن تخيل أن التمرين على العجلة لمدة 30-40 دقيقة في اليوم ممكن يخفف حدة أعراض الاكتئابية بنسبة تصل إلى 50%. جميل. ليه؟ لأن ده بيرفع الاندورفينز اللي هي النواقل العصبية اللي بتحسن المزاج، اللي بتفرز
في المخ وبتبقى ممتعة جدا ومنعشة جدا. يمكن في الجيم والأنشطة الاجتماعية لو كانت جماعية بتبقى أفضل من الفردية. ويمكن إخواتنا اللي بيروحوا يحضروا في أي مركز إيروبكس أو جيم أو زومبا بيحسوا الفرق تماما ما بين ما بعد جلسة الإكسرسايز والإيروبكس وما قبلها، إن المزاج يبقى أحسن، النفسية أحسن، وحتى ده بيساعدهم في الفترات اللي مثلا ما ليه علاقة بالدورة أو ما بعد الولادة وما شابه، والنفسية بتتحسن بشكل كبير جدا. دي وسيلة من الوسائل المهمة. برضو البحث عن هوايات أو وسائل الترفيه، وكل واحد يشوف اللي يناسبه، يعني الكتابة، الرسم، الرياضة، اللي يسوي شيء اللي يحبه اللي يحبه، لابد يكون ليه مساحة خاصة بتاعته، بيعمل هو عايزه، بيلبس لبس يتناسب معاه ببساطة، يقعد في مكان يتناسب معاه ببساطة، لا يشعر انه مقيد طول الوقت. وفي جزء دلوقتي الحقيقة العالم كله بيهتم بيه وارجو ان احنا ده جزء من حياتنا وعقيدتنا نهتم بيه اكتر، وبيسموه العالم الروحاني. يعني النهاردة احنا بنقول الانسان هو بايوسايكوسوشيال، بيولوجيكال عضوي، سايكولوجيكال نفسي، سوشيال اجتماعي، والضف ليهم محور رابع او جزء رابع في مكونات اي انسان يسموه السبريشوال الروحاني. في مجتمعنا احنا بيفضلوا كلمة الديني علشان يعني مفهوم الروحانيات ممكن مش كلمة مستساغة عند كثيرين من الناس، لكن البعد الديني، التأمل، التأمل في الحياة، التأمل في الخلق، الإحساس بالنعمة، الإحساس بأن الاختبار ليس عقابا ولكنه آلية للتطوير، آلية للإحساس بالآخرين، اختبار للناس عشان تطلع قدراتها الذاتية، دي من الوسائل المهمة جدا جدا في تحسين المزاج. جميل. ان انا استشعر ما النعمة اللي انا عايش فيها حتى لو كنت في كرب، لكن هذا الكرب اللي انا فيه قد يكون ابسط من كرب غيري. صحيح. قد يكون مكافأة لي اذا انا حسيت ان الاختبار ده هو بمكافأة وان ربنا هيوسبني حتى على الثبات فيه. جميل جدا صراحة، افكار مميزة فعلا. فاصل اخير وراجعين. ومكملين مستمعينا في مفاتيح اليوم، تقدروا كمان تتواصلوا معنا الآن على 012-61-61-100 أو راسلونا عبر الاسمس على STC 85-1040، موبايلي 66-3-1 وزين 70-13-13. في سؤال على الاسمس يقول: هل من الممكن الخروج من حالة اكتئاب من غير طبيب أو علاج؟ والله شوفي، يعني هو ممكن لو الواحد قدر يستشعر نقطة ضعفه فين وقدر يقرأ عنها ويسأل بشكل غير مباشر ويساعد نفسه. لكن أنا دايما يعني بحب أقول لو إحنا في الصيف ده ودرجات الحرارة عالية وأنا عندي مكيف موجود في غرفتي، يوم أفضل قافل المكيف وفاتح نفسة صغيرة جايبالي هوا سخن وأقول أنا مش عايز هوا التكييف، ولا أطلب المساعدة اللي ربنا سخرها لي. إن الله جعل لكل داء دواء إلا الهرم. فنحن نتحدث عن مرض وليس مشكلة شخصية. يعني زي بالضبط أنا هذا السؤال أقول له: لو أنت اكتشفت أن عندك السكر هتعالج نفسك من غير ما تروح للدكتور؟ لو عندك الضغط مش هتروح للدكتور؟ لو عندك ألم في ظهرك مش هتروح للدكتور؟ الاكتئاب نفس المبدأ، تشخص أنه مرض لابد من علاجه بمتخصص. ممتاز. اتصال من الأخ علي. ألو، مساء الخير. مساء النور، كيف حالك؟ يا هلا وسهلا، يا هلا فيك أخوي، تفضل. سؤال للدكتور: أنا والله قبل 6 سنوات يعني كنت في ضغط عمل وكذا وأصابني يعني اكتئاب، شخصوه الدكتور اكتئاب يعني وقتها، ومن هذاك الوقت إلى الآن بستخدم سيمبالتا. فالآن بدأت الأعراض اللي بسببها بدأ يعني أخذت السيمبالتا اللي هو صداع في مقدمة الوجه يعني واكتئاب يعني أحب العزلة. ما أدري هل 6 سنوات يعني بدأ الجسم يعني ما يتقبل السيمبالتا، يعني ما تقبل نوع الدواء تحديدا؟ اي نعم، هل اغيره او ازيد الجرعه؟ طيب يعني راي الدكتور. شكرا لك اخوي، يعطيك العافيه. كمان اتصال من الاخ حسن. الو، مساء الخير. يا مساء النور، يا هلا فيك، تفضل. اهلا وسهلا، يعطيك العافيه. الله يعافيك. سؤالي كالتالي: هو انا اعاني صراحه عند النوم، لما اجي انام يكون تفكير جدا عميق، فبالتالي اواجه كل اسبوع مره او مرتين اللي هي الجاثوم، إذا كان عنده علم على الجاثوم يعني اللي هو النوم القهري تقريبا.
فايش الاسباب؟ هل التفكير الكثير قبل النوم هو واحد من الاسباب ولا؟ يعطيك العافيه اخوي، الف سلام عليك، شكرا لك. طيب دكتور، بالنسبه لاستفسار الاخ علي انه كان يعاني ست سنوات، معلش لان الصوت صوت وطي شويه، فحاولي تقولي لي بس كده. الاخ علي كان يعاني من اكتئاب تقريبا قبل ست سنوات وتعالج وبياخذ نوع من الحبوب، صراحه انا ما قدرت اسمع الاسم بالضبط او ما اقدر اذكر ايضا الاسم. والان بعد ست سنوات، مرت ست سنوات بياخذ الحبوب لكن حاس انه بدا يرجع له المرض، فهل نقدر نقول انه الدواء فقد فعاليته او لازم اغيره؟ هو طبعا ست سنوات والاستمرار على نفس الدواء يبقى كان لابد ان غالبا هو يمكن ما رجعش للدكتور بتاعه دي فتره طويله يعني. لان هو ما فيش مبرر اذا كان اول نوبه اكتئابيه ان يكون ماشي على علاج لمده ست سنوات متتاليه. لكن ان انا ابقى ماشي على نفس الدواء لفتره طويله وابتدت تظهر اعراض، طبعا وارد ان تكون الاستجابه قلت وان هو محتاج تعديل للبرنامج العلاجي، سواء بزياده جرعه الدواء او اضافه جديده عليه او تغيير المجموعه العلاجيه. وخصوصا ان بعض الادويه ممكن مع الوقت تعمل نوع من انواع يعني انخفاض في الاستجابه العلاجيه بتاعتها او تبلد المشاعر، فهل هو ده اعراض اكتئابيه فعليا ولا اعراض تململ؟ يعني هو مش مبسوط عموما، لكن ما نقدرش نجزم انها تكراريه للاكتئاب. لكن وارد انها تكون نوبه اكتئاب متكرره، فلا بد ان يرجع للدكتور بتاعه. ممتاز. الاستفسار الثاني من الأخ حسن كان عن الجاثوم تحديدا، المسمى العلمي لشلل النوم. تمام. فبيعاني منه، فهل هناك شيء معين عن جاثوم أو علاج؟ والله وشوفي، بالنسبة للجاثوم أو السليب باراليس وما شابهه، هي لها عدة أسباب، لكن يفضل إذا كان بيعاني من ده بشكل متكرر لفترة زمنية قصيرة، يعني بيحصل بشكل كتير معاه على مدار الشهر، يفضل ان يجري فحص في معمل من معامل بيسموها اضطرابات النوم سليب لاب، ولان في عدة اسباب متداخلة معاها شوية. وهل الاعراض دي اللي هو بيشكو منها او الجاثوم، هل مرتبط دائما بقلق وتوتر ولا غير مرتبط به؟ وهل هو ده بيبقى يعني احساسه مع الاجهاد، انه احيانا الجسم بيتثاقل لكن العقل لسه فيه يقظه. هو كان بيذكر ايضا انه هو بيفكر كثير قبل النوم. بالضبط، ده بيبقى مع التوتر. ان احنا دايره النوم عندنا بيبقى فيها المفروض في نوم للعقل ونوم للجسد الاثنين مع بعض يعني. صحيح. احيانا الواحد يدخل في نوم الجسد فيشعر بشلل الجسد ان جسمه مش مستجيب له لكن عقله لسه فيه درجه من اليقظه. وأحيانا ده بيبقى مفزع للأشخاص، يعني بحس إنه متشل يعني مش مريح لي، غير قادر على الحركة أبدا. صحيح. بالضبط. وده قد يكون شكل من أشكال التوتر اللي موجود عنده، فممكن مع بعض الأدوية البسيطة أو تنظيم مواعيد النوم اللي هو التفكير بالدخول في النوم شوية علشان تنتظم عنده دائرة النوم. طيب آخر استفسار، بعد علاج المريض من حالة الاكتئاب ما هي طريقة الوقاية من الانتكاس مرة ثانية؟ اهم حاجه الادوكيشن، التعليم، انه يتعلم ما هو الاكتئاب وما هي اعراضه علشان لو حس بيها بدري يطلب المساعده. وبالتالي انا لازم يبقى عندي مستمع جيد، هذا المستمع قد يكون جوه البيت، قد يكون حد من المقربين مني، او طبيب اذا كنت بتردد عليها بشكل دوري او حتى على مسافات متباعده. ان انا اذا حس مرايتنا دائما هم الناس اللي حوالينا، انا ممكن اكون انا ببتدي انسحب، ببتدي ادخل في اعراض اكتئابيه، مزاجي بيتاخر بيتغير، ابتديت افقد اهتماماتي وانا يعني شايف ان ده عادي، مجهد، ملل، واتيفر يعني، لكن اللي حواليا لا، انت متغير، انت مش انت، حاسين مش بنفس. فبالتالي المرايات اللي حوالينا مهمه جدا انهم يتواصلوا معنا. فبالتالي العلامات المنذره زي ان انخفاض في المزاج، انخفاض في الفاعليه في الحياه، عدم القدره على الاستمتاع، اللي انا اقول انها كانت تشبه ما مريت بيه من سنه او واتيفر من سنوات السابقه، لازم تلفت انتباهي واشوف الله هو ده ملحوظ فعلا ابتدى يطول في المرحله دي، لابد ان انا اطلب المساعده واخد راي المتخصص في الطب النفسي. ممتاز دكتور شريف، شكرا لك، يعطيك الف الف عافيه. شكرا لك صراحة أثرت الحلقة، شكرا لك مستمعينا وحبايبنا في كل مكان، شكرا لكم أنتم كمان على حسن الاستماع، شكرا لمتابعينا في مواقع التواصل الاجتماعي، شكرا لمخرج الحلقة زميلي محمد اليوسف، يعطيكم ألف عافية. كنت معكم أنا سامي البيروتي، ولا تنسوا
لو حابين ترجع تسمعوها مرة ثانية ادخل على اليوتيوب ALIF ALIF FM. كنت معكم أنا سامي البيروتي، في أمان الله.